بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي وأحبابي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم حسن خطك بالشخبطة مع سعيد سليمان. والنهاردة هنكمل قواعد كتابة خط أرقى. هنكتب هنا قواعد كتابة خط أرقى. القاعدة الجديدة النهاردة هي قاعدة الحروف المطموسة، أو الحروف المطموسة في خط أرقى. الحروف التي تطمس رؤوسها في خط أرقى، رؤوسها في خط رقعة هي حروف كلمة معوفق. حروف كلمة معوفق. كلمة معوفق ضمة حرف الميم، الرسمة مطموسة، حرف العين والغين. يا جماعة، الحرف العين والغين يطمسوا لما تيجي وسطية أو متصلة منتهية، لكن مبتدأ مفتوحة. يبقى كده بالشكل ده، اهي العين بالشكل ده الوسطية. حرف الواو، طبعا حرف الواو سواء مفرد او وسطي او متصل منتهي، قصدي في اخر الكلمة، برضو مطموس. حرف الفاء بالشكل ده، حرف القاف بالشكل ده. بدي القاعدة كلمة معوفق. أمثلة حرف الميم، طبعا معرفة، مثلا كلمة معرفة، بس ميم، العين برضه مطموسة، الراء اهيت، الفاء اهيت، التاء مربوطة، بصوا ميم والعين والفاء مطموسين. العين طبعا الفاء والقاف. القاف قال، القاف وسطية مفتوحة، هي والفاء ماشي، منتهية بتبقى مقفولة والفاء مفتوحة. القاف مقفولة والفاء مفتوحة في آخر الكلمة، ماشي. فبعث، ف ب ع ث، برضو نفس الطريقة هي يا جماعة بالشكل ده. المعلومة التانية أو القاعدة التانية، طبعا يا جماعة جميع حروف خط الرقم زي ما قلنا قبل كده بتكتب فوق السطر. فوق السطر معناها الحرف الأخير في المقطع أو الكلمة ليه علاقة مع السطر، ممكن يكون فوق السطر، ممكن يكون تحت السطر كده. فأنا برتفع بأول الكلمة، أو الحرف الأول في الكلمة، لدرجة إن الحرف الأخير يبقى علاقته بالسطر صحيح. يبقى إيه؟ علاقته بالسطر صحيح. يبقى قد تعلو، قد
فعلوا بدايات بدايات بعض المقاطع بعض المقاطع ليرتكز آخرها على السطر ليرتكز آخرها على السطر مثال حرف الميم ميم ألف بصوا يا جماعة بالها ادي الألف اهو بصوا ارفع دي ميم راء واخد بالكوا الميم اختلفت عن الميم الأولى ميم محمود مثلا كلمة محمود بص الميم فين يا جماعة؟ أهي أهي عشان الواو تكون على السطر بالشكل ده أهي ماشي يبقى كده إيه الميم وضعها بالنسبة للحرف آخر المقطع الألف طبعا كده قريب من السطر تبقى قريب الراء طبعا وضعها أعلى المحمود بترفع خالص عشان الواو تبقى إيه على السطر إيه حرف السين مثلا كلمة سيد مثلا سيد بص كده اهي قريب خالص من السطر طيب سجد بجيب كده من فوق اهي سجد ارتفعت برضه عنها سجودا بص كده سجو اهي جودا سيد سجد سجودا مثال برضو نكمل جاء 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 الجماهير بص كده من حرف ألف طبعا قريبة من السطر حسن أنا طلعت فوق أهي دي كده أهي خليل بص كده تطلع فوق برضو عنها شوية أهي أهي عشان اللام تكون على السطر بالشكل ده جاء حسن خليل طبعا احنا شايفين الارتفاعات بتاعت الجيم الحاء الخاء الميم الميم هنا الميم هنا برضو السين بالشكل ده ارتفاعاتها مختلفة حسب عدد حروف المقطع وارتفاع المقاطع بالنسبة لحرف السطر الأخير أو علاقة السطر الأخير بالسطر علاقة الحرف الأخير بالسطر هناخد معلومة بسرعة كمان معلومة واحدة كمان إن في دورانات في الحروف زي حرف السين حرف اللام دي بنسميها كاسات سماها إيه؟ كاسات يبقى الكاسات في حروف خط رقعة تكتب فوق سطر طبعا الكاسات زي حرف السين ديت كاسة اهيت حرف الصاد كاسة اهيت حرف القاف حرف اللام حرف النون حرف الياء دي كلها اسمها كاسات لأنها تشبه الكاسة دوران الكاسة بتاعت المية ماشي يا ريت لو عجبكم الفيديو يا ريت سبسكرايب ولايك وشير ويا جماعة يا ريت ندعم المحتوى المفيد يا رب يكون أفدتكم تقبلوا تحياتي سعيد سليمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.